فارس كرم يخرج عن صمته ويتحدث عن تفاصيل طلاقه من زوجته هبة عزيز لأول مرة. خرج الفنان اللبناني فارس كرم عن صمته وأعلن طلاقه من زوجته هبة عزيز لأول مرة عبر منصة بلينكس، لكنه رفض الخوض في التفاصيل التي كانت السبب في الوصول إلى الانفصال. وفي التفاصيل أكد فارس كرم طلاقه والبدء بمعاملات الانفصال بعد زواج استمر 3 سنوات من زوجته هبة عزيز. وبحسب المعلومات التي انتشرت فإن المشاكل بين الزوجين كبرت كثيراً. وكان قد انتشر في الآونة الأخيرة خبر انفصال الفنان اللبناني فارس كرم عن زوجته هبة عزيز بسبب خلافات بينهما. وفي التفاصيل نشرت صفحة شاربيليتا المتخصصة بالأخبار الفنية وأخبار المشاهير صورة على حسابها عبر إنستغرام تظهر فارس كرم وزوجته وأرفقتها بتعليق كشفت من خلاله سبب الانفصال، إذ كتبت: وقع خلاف بين النجم اللبناني فارس كرم وزوجته السيدة هبة عزيز ما أدى إلى انفصال الثنائي والبدء بمعاملات الطلاق رسمياً، مضيفة علماً أن السيدة هبة عزيز تسكن في نفس المبنى الذي شيده الفنان اللبناني فارس كرم ولكن في طابق وقسم آخر. يسعد مساكم، أهلا وسهلا فيكم. وتابعت صفحة شاربيليتا كلامها بالقول: أما عن أسباب الانفصال فهي كثيرة، ومنها الاختلاف في وجهات النظر والتراكمات التي كانت تحصل بين الثنائي، من بينها رغبة الفنان اللبناني فارس كرم في تكبير أسرته وإنجاب المزيد من الأولاد، بالمقابل رفض طليقته لهذا الأمر. وفي سياق مختلف كان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة وصول الفنان اللبناني فارس كرم إلى إحدى الدول لإحياء حفل زفاف، حيث استقبله العريس الذي بدأ يبكي لحظة لقائه فارس كرم معبراً عن حبه الكبير له. وفي التفاصيل قال العريس لفارس كرم: حلمي إنه تجي تغني بعرسي، بدنا نولعها إيه؟ ليرد عليه فارس كرم قائلاً: ليه عم تبكي؟ تركت الدنيا وجاية لقضي أنا وياك 5 أيام، أكيد بدنا نولع لك إياها.